السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نرحب بكم بالمحاضرة الثانية لموضوع النيوميريكال أناليسيس. اليوم موضوعنا هو كالآتي: نيوميريكال سوليوشن أوف الجبريك إيكويشنز، بمعنى أنه الحل العددي للمعادلات الجبرية. من أهم التطبيقات للتحليلات العددية أو الطرق العددية هي حل العددي للمعادلات الجبرية، وأهمها هو roots of equations. roots of equations يعني جذور المعادلات. جذور المعادلات من المسائل أو المشاكل خلينا نقول الشائعة عندنا في الهندسة هي شلون نحدد roots of an equation، بمعنى إنه نحدد الجذور. على سبيل المثال حتى نوضح الأمور، نجي عندنا إحنا أي دالة، نقول يابا واي هي دالة لمن؟ لإكس. زين، شلون أول شغلة نسويها؟ إنه إحنا نريد إف للإكس شو يساوي؟ يساوي صفر، بمعنى إنه شقد قيمة إكس اللي راح تخلي الدالة تساوي صفر. إذا جذر المعادلة أو جذور المعادلة طبعاً على حسب المعادلة بيصير هي قيم x، الجذر هي قيمة x الذي يجعل المعادلة تساوي صفر. f x equal to zero. هاي أول ملاحظة لازم نكون فاهميها. وفي بعض الأحيان بسبب إنه إحنا نعتمد على الروتس إنه يساوي لي صفر، يخلي الدالة تساوي صفر، فمرات يقول علي zeros of the equation. طبعا هنالك تقنيات مختلفة تختلف بالدقة مالتها اللي راح توصل لي للكونفيرجنس وتحدد لنا التي تحدد الجذور. الخطوات كالاتي: عندي معادلة جبرية نفس ما واضح عندنا هنا انه اي اكس تك اي والى اخره طبعا يساوي لنا سي اكس زائد دي. احنا مطلوب من يمنا انه قيمة x اللي تخلي هذا الطرف الايسر يساوي لنا الطرف الايمن. بهذه الطريقة راح تكون ممكن المسألة تتعقد، فاحنا شو نسوي دائما؟ ننقل الطرف الايمن الى الطرف الايسر حتى نساوي المعادلة بالصفر كما هو موضح بالخطوة الثانية كما هو موضح هنا. زين، بالبعد ايش راح نسوي؟ راح انه نفرض هذا الجزء اللي حددناه وقبل اللي يساوي نفرضه هو f x، واحنا شو نريد؟ نريد قيمة x for which f x is 0 التي تجعل f x هي صفر. اذا انا اريد قيمة x اللي راح تخلي f x قد تساوي لقيمته صفر. هاي شغلة مهمة. زين، هسه انا عرفت اول شغلة، انه الجذر هي قيمة x الذي يجعل المعادلة تساوي لنا صفر. لهنا تمام. زين، شو راح احدد انه سنجل اد المالتيبل روتس، انه هل هو يعني جذر واحد ام متعدد الجذور اللي هي المعادلة؟ طبعا بصورة عامة من المعادلة اول علامة ممكن توضح لك عدد الجذور هي الاكس تكعيب. يعني مثلا هذا الاكس جد اكبر اس مثلا تربيع، اذا جذرين، اذا تكعيب ثلاثة جذور. زين، قبل شلون كنا احنا نستخرج ونحل المعادلات؟ نحلها نسويها قوسين نفكها، شلون المربع الحدانية او يعني قوسين انه يصير عندنا اقواس، ونقول اما او فنطلع قيم الاكس، او نحلها بالقانون الدستور، او نحلها بقانون الدستور اللي هو يطلع لي قيم الاكس او قيم الجذور. ثاني انه انا هسه اريد اعرف شغلتين، انه شنو انواع الجذور؟ انواع الجذور هي اما جذور حقيقية او اللي هو الريل روت، او جذور تخيلي ايماجيناري روت. ايماجيناري روت هاي بالنسبة انه الفرق ما بين انه انواع الجذور. الشغلة الثانية انه شو راح اعرف انا عندي جذر واحد في المعادلة واكثر من جذر بمن؟ بالمعادلة الجبرية.
أول شغلة قلنا هو أس، يعني أكبر أس عندنا موجود في المعادلة، مثلا المعادلة الواضحة هنا أمامكم هي التكعيب. إذا أكبر أس هو شقد؟ هو 3. إذا ممكن يكون عندي 3 جذور في هذه المعادلة. هاي ما عندنا أي تفاصيل أخرى بها، مثلا ما عندنا لين، ما عندنا مثلا دوال خلينا نقول ساين كوساين وإلى ما يعني إلى آخره، نقول فنقول ممكن هيك حالة تطلع عندنا أكثر من جذر. الشغلة الثانية لازم نوضح شلون نعرف جذر واحد وشلون نعرف انه اكثر من جذر. اول شغلة احنا بصورة عامة عندنا هاي المحاور الرئيسية اللي بالرياضيات نعتمد عليها، هذا محور اكس، هذا محور واي، هذا محور اكس، هذا محور واي. نجي اول شغلة احنا عندنا قلنا بالسابق انه واي دالة لاكس. اول شيء نجي نختبر الدالة، ناخذ مجموعة من القيم للدالة ونشوف القيم مالتنا شلون راح تكون. في حالة الدالة كان عندي مجموعة من القيم سالبة ثم تحولت مجموعة من القيم موجبة، إذا نقطة التقاطع الرسم مع محور X هو يمثل لك الـ X root اللي هو location of root، هنا الموقع مال ما مال الروت. أما يطلع exact 100% او ممكن احنا نطلعها بالطرق العددية يكون متقارب مثل هنا او هنا الى ما لا نهاية. عندنا راح يكون طرفين، طرف هنا بيمن بالسالب والطرف هنا موجب، طرف بالسالب والطرف راح يكون موجب، مجرد انه هذا الطرف سالب وهذا الطرف موجب. هذا المحور واي وهذا المحور اكس، هاي ايش تمثل لك؟ مثل لك دالة لأكس، تمام؟ إذا أول شغلة أنا أعرفها أخذ مجموعة من القيم، فإذا طلعت لي قيم سالبة والنقطة تحول إلى قيم موجبة، إذا راح نقدر نقول إنه هنالك جذر واحد فقط. لكن في حالة ثانية إنه نجي نرسم من جديد، فإنه أكو تغييرات، إنه يقول مثلا قيم موجبة يوصل للصفر أو مقارب للصفر إنه بيرجع يصعد، بمعنى انه بيرجع ينزل انه بيرجع يصعد. اذا راح يكون هاي قيمة اللي صفر باكس راح يكون متعدد، راح يكون شنو؟ متعدد، يعني اكس ممكن 1 2 3 الى ما لا نهاية. اما هنا فهو اكس عندي اني اكس 1 فقط، اكس 1 فقط. لهنا وضحنا لكم فقط انه ذاك شلون نعرف انه جذر ام اكثر من جذر. هاي واحدة من الخطوات اللي نعرفها. الخطوة الثانية اللي نعرفها، اول شغلة احنا بصورة عامة قلنا هذا مثلا جذر واحد، ليش؟ انه الاف للاكس راح تساوي له صفر، لكن المشتقة لا تساوي صفر الى قيمة زين. هي المشتقة شو تساوي لي؟ المشتقة هي دي واي الى دي اكس، يعني ايش دي يسوي؟ داخل الواي هو شو مثل لك؟ مثل لك اف الاكس، بمعنى انه داخل ميل الداله، داخل ميل الداله. زين، شو راح يعرف انه هاي الداله عندها ميل او ما عندها ميل؟ يعني ميل هي يساوي صفر او لا يساوي صفر. زين، اذا لا يساوي صفر باعتبار المشتقه الاولى لا تساوي صفر، انه ناخذ، لاحظوا احكي هذا باللون الاحمر، ناخذ خط مماسي لهاي النقطه، خط مماسي لهاي النقطه ومماسي من الدالة، فراح يكون عندي قيمة دي واي الى دي اكس، وبالتالي اذا راح يكون هنا سينجل. ليش؟ لان دي واي الى دي اكس لا تساوي صفر. شوف هنا واضح عندك المشتقة الاولى لا تساوي صفر. زين، اذا جذرين يقول لك المشتقة الاولى راح تساوي صفر بس المشتقة الثانية شبيها لا تساوي صفر. إذا 3 جذور، إذا المشتقة الثالثة لها قيمة لا تساوي صفر، ولكن المشتقة الأولى والثانية صفرة. إذا 4 جذور، إذا المشتقة الرابعة شبيها لا تساوي صفر، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. وضحنا إحنا هاي علامة دلتا هي تمثل لك الإرر، ووضحنا كل تفاصيلها اللي بيها بالنسبة لمن؟ بالنسبة انه شلون نستخرج الايرور. وقلنا اكو الاي والاي ناقص واحد، هاي الملاحظة لازم تخلوها ببالكم.
يعني نجي نقول نقول يابا اكو عندنا اكس اي او خلينا ناخذ صفحه هيك شيء، ف نجي نقول عندنا اكس اي واكس اي ناقص واحد وهنا اكس اي زائد واحد، وعندنا فترات هاي ثلاث قيم. اذا ايش راح اقول؟ هسه انا مثلا قلت يا بس استخرجت الاكس اي، اذا هذا الاكس اي الحالي زين، اكس اي ناقص واحد باعتبار السابق القيمة اكس السابقة، اما الاكس زائد الاكس اي زائد واحد قيمة اكس شبيهة اللاحقة. فهنا ننتبه انه هذا قيمة اكس انه الحالية، وهنا قيمة اكس السابقة، وهنا قيمة اكس اللاحقة. انتبهوا لهذه الملاحظات جدا جدا مهمة. لهنا اقطع لكم بهذه المحاضرة، وان شاء الله نكمل لكم اول طريقة انه شلون نطلع الجذور اللي هي bisection method، اول طريقة اللي هي bisection method. مراجعة سريعة لهذه المحاضرة، فهمنا انه هي شنو الجذور، انه مجرد انه قيم x اللي تخلي الدالة تساوي صفر، وانه فهمنا في حيث تجيني هيش داله شلون ابسطها اساويها للصفر، بعدين انا المطلوب مني اعرف قيم اكس اللي تخلي هاي الداله تساوي صفر. وعندنا اكثر من طريقه، اول طريقه قلنا راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره الجايه اللي هي البايسكشن ميثود. الشغله الثانيه عرفنا انه عندنا نوعين من الجذور، الريل اللي هو الحقيقي والايماجيناري اللي هو التخيلي. وعندنا ايضا انه اذا سنجل شلون نعرف، بحيث اذا قلنا اذا جذر واحد الداله المشتقه الاولى لا تساوي صفر، اذا جذرين المشتقه الثانيه لا تساوي صفر، واذا ثلاثه جذور اذا المشتقه الثالثه لما اجي اعوض بها الاكس ما راح تساوي لي صفر. وايضا عرفنا شلون نعرف انه عن طريق ناخذ مجموعه قيم ونعرفها، بحيث إذا عندنا قيم سالبة وفجأة تغيرت إلى الموجبة إذا انقطع محور X، وإذا قطع محور X إذا هنالك قيمة لـ X صفرت المعادلة، هنالك قيمة لـ X صفرت المعادلة. أما إذا كان الموجب يتناقص إلى قيمة متدنية ثم يرجع يصعد إلى قيمة أعلى ثم ينزل ثم يصعد، إذا تصاعد تنازلي، إذا بهاي الحالة راح يكون عندنا قيم لـ X ممكن تكون مستمرة، إذا ممكن يكون أكثر من نوع للجذر. وأيضا شرحنا موضوع الـ I أو الـ I زائد واحد والـ I ناقص واحد، عرفنا شنو الفرق بيناتهم. أتمنى لكم الموفقية، لا تنسون الاشتراك بالقناة، متابعة، دمتم بأمان.